وللحديث أكثر عن مخرجات زيارة رئيس الحكومة الحالية في العراق لأنقرة والملفات التي تمت مناقشتها مع الجانب التركي، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كما ينضم إلينا عبر سكايب أيضا من اسطنبول الكاتب والصحفي التركي جلال ديمير. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لعلي أبتدأ معك دكتور حامد، زيارة السوداني تعد لربما الأولى بعد توليه مهام منصبه، إلى أي مدى تعد يعني يعد السوداني المدعوم بطبيعة الحال من الميليشيات الموالية لإيران، إلى أي مدى يعد قادرا على تحقيق تعاون بناء وحقيقي وجاد مع الحكومة التركية؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، رمضان كريم عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية والعربية، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة فرص النجاح السوداني في هكذا زيارة يعني تعد أكثر فيها جوانب بروتوكولية أكثر ما هي عملية، لأنه يعرف جيدا أنه يعني القيادة التركية لها مآخذ كثيرة على النظام السياسي برمته، باعتبار أن هناك مشاكل كثيرة حقيقية يعني منذ الإتيان به في يعني بعد الغزو في 2003 ولغاية الآن. هناك الحقيقة فلتان أمني، هناك صراعات طائفية، محاصصة عرقية، قتل كان على الهوية. لذلك يعني آفاق التعاون بشكل عملي يعني من قبل الحكومة والرئاسة التركية مع حكومة السوداني باعتباره جزء من النظام السياسي، هذه بها صعوبات كثيرة الحقيقة، وهي شخصت أعتقد حتى في المؤتمر الصحفي وفي التقارير التي جاءت بعد اختتام القمة بين السوداني والسيد أردوغان. هذه الحقيقة التوصيف المختصر، والجانب الأمني هو الغالب في الموضوع، يعني الانفلات الأمني ووجود يعني منظمات إرهابية على الأرض العراقية، هذا طبعا يزيد الطين بلة من أنه تركيا تعاني كثيرا والعراق أيضا يعاني، لكن باعتبار أنه الحكومة العراقية شكلت من الميليشيات من رحم الطبقة السياسية الفاسدة وبإشراف إيران، فبالتأكيد العمل يكون أصعب كثيرا من أن يكون هناك حكم وطني مدني يعني بالإمكان التعامل معه بعيدا عن الميليشيات والأجندات الخارجية. هذه النقطة المهمة. نعم. طبعا إذن ما هي الضمانات التي من الممكن أن يقدمها السوداني والتي هي بدورها تطمئن الجانب التركي؟ الحقيقة لا توجد ضمانات أكيدة، لأنه السوداني يتحدث يعني بلغة المكونات اللي موجودة الآن بنظام المحاصصة، يعني هو لا يتمتع بأغلبية في ما يسمى مجلس النواب، إذا شئنا أن نقول أن هناك مجلس نواب يمثل يعني إرادة شعبية، وهذا لا يتوفر في العراق بالحقيقة. هناك ميليشيات، فالميليشيات هي التي تحكم، هي التي تصدر الأوامر، السوداني عليه التنفيذ، يعني هذه قيلت أكثر من مرة. لذلك السوداني لا يتمتع بحرية واستقلالية قرار رئيس وزراء وحكومة مستقلة، ناهيك عن أنه أيضا هناك أجندة أخرى أمريكية. إحنا لا ننسى أيضا الدور الأمريكي والدور الإيراني، يعني إقليمي ودولي ضاغط جدا وهو متسلط. يعني هذه الحكومة أنا أشبهها في كثير من الأحيان هي حكومة انتداب مزدوج يعني لقوى خارجية إقليمية ودولية. لذلك العلاقة التركية العراقية الحقيقة تصبح معقدة جدا، يعني إذا أرادت الحكومة التركية أن تتفاهم مع من تتفاهم؟ هل تتفاهم مع حكومة مستقلة تمثل إرادة الشعب العراقي أم إرادة القوى الإقليمية والدولية؟ ولا ننسى أيضا الإرهاب الدولي الآن ضارب يعني في جذوره، صارت في المناطق اللي الحقيقة يتحرك فيها البيكك خصوصا، يعني احنا شفنا الطائرة اللي سقطت، طائرة الهليكوبتر، هذا يعني دليل قاطع على انه هناك انفلات. نعم. واضح تحت سيطرة امريكا وتحت سيطرة ايران. نعم. سيد جلال، يعني هناك ضمانات او مطالب من الإدارة في تركيا للجانب العراقي بضبط الأمن في العراق، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو
فشلت فعلا وهذا المتوقع من الكثيرين، ماذا لو فشلت حكومة السودان في تلبية مطلب الإدارة التركية؟ كيف ستتعامل تركيا بدورها مع الميليشيات الإرهابية في هذه الحالة؟ هي في الحقيقة طبعا تركيا في الأوان الأخيرة في الفترة الأخيرة أدركت أو فهمت بأن تركيا لا يمكن أن يكون دولة قوية اقتصاديا وسياسيا إلا بالتعاون أو بالقبول الدول العرب، الدول الجوار مثل العراق، مثل يعني جميع الدول العربية الموجودة في المنطقة. فلذلك سياسة الحكومة التركية في الأوان الأخيرة، رغم أن تركيا تهتم بالشعوب العربية، ومعظم الشعوب العربية مقيم في إسطنبول أو الذين هاجروا من بلادهم، الكثير من الدول العربية موجودة في تركيا، ولكن أخيرا طبعا الحكومات الدول أيضا تركيا أدركت وفهمت سياسيا أن يكون لها علاقة مع الدول أيضا، مع الدول المشروع الموجودة حاليا. فلذلك يعني أتت وراء هذه الفكرة وهذه الرؤية العلاقات الأخيرة أو فتح قنوات العلاقات على سبيل المثال مع مصر، مع نوعا ما مع سوريا أو العراق. فطبعا أكيد موضوع الإرهاب، موضوع البكيكي أو الحزب العمال الكردستاني بالنسبة لتركيا هي قضية مهمة أمنيا، ولكن ليس النقطة الوحيدة أو الشرط الوحيد الذي سيتفاهم مع العراق. هناك قضايا مهمة أكثر منها أو مثلها، لا نقول لا نستطيع أقول أكثر منها ومثلها، مثل التعاون أو المشاركة التجارية أو نعم أستاذ جلال، هنا نحن نتحدث عن الملف الأمني بداية. الملف الأمني باعتقادك هل يستطيع السوداني الالتزام به تجاه تركيا؟ يعني أظن أنه يظهر أنه صعب بصراحة، مثل ما قال أستاذنا قبل قليل، يعني ممكن أنه السوداني لا يستطيع أن يلبي طلب تركيا من هذا الناحية، ولكن على الأقل مبدئيا موافقته أو القبول بهذا الشرط يعني هو خطوة أمامية نتمنى ذلك، ولكن فعلا تحقيقها في الأراضي خصوصا بعد 30 سنة أن يعمل السوداني في هذا الموضوع شيء ملموس أظن أنه يكون صعب، ولكن النتيجة هو أن يكون هذا السبب أو قبوله بهذا الموضوع يكون سبب تعاون ومشاركة إقليمية بين تركيا والعراق، وهذه أظن أنه النقطة الأهم من الموضوع الأمن، موضوع الإرهاب أو موضوع الأمني، هو التعاون أو المشاركة أو فتح قناة علاقة جديدة بين تركيا والعراق. أنا أهتم بهذا الموضوع. دكتور حامد، هل تؤثر برأيك، هل تؤثر علاقة تركيا بإيران صعودا وهبوطا على العلاقات التركية العراقية التي بطبيعة الحال يسعى الرئيس التركي لترسيخها وتطويرها؟ بالتأكيد العلاقات الإقليمية الآن أصبحت تقريبا يعني الوضع الأمني أو الملف الأمني الآن في المنطقة في منطقتنا خصوصا يعني في يعني الإقليم وفي الشرق الأوسط أو حتى في العالم الآن عملية متكاملة، لابد أنه الجار يتأثر بجاره، إذا كان هناك انفلات أمني، إذا كان هناك غياب للسيادة، هناك عدم مركزية بالقرار السياسي المحلي والإقليمي والدولي، فهناك يجب أن يكون هناك تنسيق، وهذا موجود كان في السابق، يعني منذ تقريبا 40 عام العراقي نسق مع تركيا ومع الدول العربية المجاورة. بالتأكيد اللي حدث هو هذا الانفلات، يعني الغزو الأمريكي الغاشم وتدخل إيران في العراق أفقد العراق صفة مهمة كانت يتمتع بها، عملية الاستقرار وإمكانية التنسيق مع دول الجوار وخصوصا مع تركيا، لأن تركيا جارة مهمة ليس من الناحية الاقتصادية فقط وإنما أيضا من الناحية يعني العمق الأمني
تاريخيا هو يعني تقريبا متكامل بين تركيا والعراق، وطبعا ناهيك عن كون انه الدول العربيه ايضا مؤثره جدا لانه يعتبر جزء من نعم الامن. دكتور حامد، سألتك عن هذه النقطة، يعني عن العلاقات أو عن تأثير العلاقات الإيرانية التركية، لأنك تعلم تماما أن يعني حكومة السوداني إن صح التعبير لا تملك أمرها، وإنما أمرها بيد إيران كما يصفها البعض، فكيف تؤثر العلاقات أو الأوامر الإيرانية على هذه العلاقات التركية العراقية من الجانب العراقي طبعا؟ نعم هذا بالضبط هو اللي حبيت أوصل له، لأن هناك ما يسمى نظام ولاية الفقيه، ففي إيران الحقيقة هناك سطوة، والحكومة الإطار أو ما من يشكل الحكومة بصورة عامة، يعني ما يسمون أنفسهم ممثلي الشيعة، هم مرتبطين بشكل تنظيمي ميليشياوي إداري عقائدي مع الجارة إيران، لذلك هذا التأثير واضح جدا. يعني تركيا يعني تستصعب الأمور كثيرا من أنه تتعامل مع دولة مثل العراق لكن بوصاية خارجية إقليمية ودولية. يعني أنا ذكرت أيضا في الفقرة الأولى قلت أنه إيران تفرض هيمنتها نفوذها سطوتها على الحكومة، هي التي تشكل الحكومة تقريبا، لذلك هذه العملية صعبة جدا، لأنه لا يوجد يعني حكم وطني مستقل في العراق تركيا تستسهل التعامل معه باعتباره يمثل الشعب العراقي، يمثل إرادة الشعب العراقي، يمثل مصالح المشتركة بين العراق وتركيا. لكن إيران لما تدخل على الخط بقوة بالتأكيد راح تحدد مسار هذه الحكومة، مسار النظام السياسي تبعا لمصالحها، ولذلك الوضع تصدير الثورة ما يسموه تصدير الثورة الإيرانية من زمن الخميني لغاية الآن، هذه القضية شائكة ليست فقط بالعراق وتركيا والدول العربية، أصبحت الآن تقريبا في العالم كله، لأنه وصلت إلى شمال أفريقيا، وصلت إلى أمريكا اللاتينية. هذه العقدة اللي موجودة الحقيقة على تركيا الحقيقة مسؤولية كبيرة أنه تساعد الشعب العراقي أن يكون بالفعل صاحب قرار، يعني أن يكون هو فعلا مصدر قرار سياسي لبلده. هذا هو الحقيقة أيضا واجب على يعني الأخوة الترك أن يكونون من منطلق يعني شرعي أخلاقي جارة تاريخية، أن فعلا تساعد الشعب العراقي وليس النظام السياسي المعزول عن شعبه. هذه طبعا نعم. النقطة الأهم الجوهرية في الموضوع. نعم. أستاذ جلال، يعني كيف تنظر تركيا للتقارير المتواترة عن تعاون ميليشيا البيكاكا وجناحها السوري يبجي مع ميليشيا الحشد العراقي في التسليح والتدريب والإيواء أيضا؟ يعني قبل أن أرد على الأسئلة، أظن أنه قبل قليل ذكرت أيضا يعني تركيا فعلا استراتيجيتها السياسي الخارجية أو السياسة التركية الخارجية اختلفت نوعا ما، ليس مثل كما يلاحظ معظم المحللين السياسيين. سابقا فعلا كان تركيا يعني حتى كشعب الاهتمام بالشعوب كان أكثر من ما يكون الاهتمام بالحكومات، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح الاهتمام بالحكومات مع الشعوب. وهذا لا تأتي بمعنى أن تركيا كسياسة خارجية علاقتها مع الدول يؤثر على الشعوب، على تغيير المجتمع التركي، تفكير تغيير المجتمع التركي أو الحكومة التركية اتجاه الشعوب. أظن أنه من المستحيل أن يتغير ذلك، ولكن فعلا صار من ناحيتين من جهتين، هو الشعوب والحكومة. هذه النقطة أظن أراه مهم وتغيير مهم جدا في تركيا، هذا أردت أن ألاحظ أو ألفت النظر إلى هذه النقطة. أما الموضوع طبعا بالنسبة لتركيا، موضوع PKK، موضوع PYD هي موضوع أمني بحت، وموضوع
بعيد عن الملف الكردي بصراحة. يعني الملف الكردي تركيا، سياسة كمجتمع تركيا، السياسة التركية تبتعد الملف الكردي عن ملف البيكيكي، عن ملف البيدي أو البيجيكا الذي موجود في إيران. هو يعتبر أصلا قانونيا في تركيا البيكيكي والبيدي والبيجيكا نفسه، يعني الموجود في العراق وفي سوريا وفي إيران، نفس التوصيف تعتبر إرهابي. وأكيد هو حزب البيكيكي وحزب بيدي أنفسهم هم الذين يعترفون بذلك، يعني نفس الجهة ونفس الإدارة ونفس المنهج ونفس التخطيط. هناك تعاون مثبت بين ميليشيا الحشد الداعمة للسوداني وبين هذه المنظمات التي تعتبرها تركيا إرهابية بطبيعة الحال، يعني كيف تنظر تركيا لهذا الأمر؟ تركيا طبعا يعني تحاول أن تبتعد، يعني أن يكون تكون علاقتها نوعا ما إيجابية كي تبتعد الإرهاب عن عنهم، أو ممكن أنه لا نستطيع أن يكون علاقة إيجابية تماما بحت. ولكن تركيا طبعا أكيد ضد هذه التعاون، أي جهة يكون يقترب على هذه الإرهاب، هذه الميليشيات الإرهابية، فأكيد تركيا تكون موقفها ضدهم يكون حازم ولن يقبل بذلك، هذا ولو يكون في سوريا، لو يكون في العراق، أو يكون في أي دولة، حتى في الإيران أيضا نفس الشيء. فلذلك كما ذكرت قبل قليل، بالنسبة لتركيا الأحزاب الإرهابية الكردية هي خط أحمر بالنسبة لتركيا. حتى العلاقة الأمريكية تركيا أيضا تأثير يؤثر هذا الموضوع كثير، لأن تركيا ضد أي تقرب لهذه الميليشيات الإرهابية كما توصف قانونيا ميليشيات إرهابية. دكتور حامد، هل تعتقد أن تحليق طائرة مروحية للميليشيات المصنفة إرهابية في تركيا في الأجواء العراقية يؤكد حالة الانفلات الأمني، أم أن هناك تواطؤا ما؟ أنا أعتقد هناك انفلات أمني، هذه مؤكدة، لأنه ميليشيات تمتلك طائرات هليكوبتر و وطائرة مصاحبة إلها وتجول وتصول كما تشاء في يعني شمال العراق وبين سوريا أعتقد والعراق، وبرقاء مراقبة واضحة، لأنه موجودة قوات أمريكية، قوات حلف الناتو في شمال العراق، يعني موجودة قاعدة عين الأسد، والأجواء العراقية يعني مراقبة من قبل الأقمار الصناعية الأمريكية. فبالتأكيد هذه قضية الانفلات هذه موجودة من الطرف، من الجانب العراقي، يعني من الجانب العراقية التي لا تستطيع السيطرة على هذا الانفلات الأمني اللي موجود اوريدي، يعني مثل موجود دائما أكثر من 20 عام. الجانب الثاني هو التواطؤ، يعني أنا أعتقد هناك تواطؤ، وأنا ما أنسى يعني السيد وزير الداخلية التركي في تفجير اسطنبول، يعني يوم اعتقد 13/11/2022، قال لما السفاره الامريكيه بعثت برساله تعزيه رفضها للرساله، وقال في وقتها سيد وزير الداخليه التركي قال مرفوضه لانه من يدعم الارهاب في شمال سوريا هم من ينفذ العمليات الارهابيه في تركيا. هذا دليل على أنه الإدارة التركية تفهم، تعرف جيدا من يقوم بعملية تسيير هذه المنظمات وإدارتها وتوجيهها. وأنا ما أستبعد أنه هناك تواطؤ صحيح إيراني ميليشياوي عراقي مع المنظمات الإرهابية، يعني في بعض مناطق يعني هم يديروها كقرى، يعني أعتقد هناك أيضا تواطؤ وإدارة وتخطيط من قبل الناتو، رغم أنه تركيا عضو في حلف الناتو، لكن هناك لا هناك خلافات مع الجانب الأمريكي مع زعامة حلف الناتو. لذلك أنا ما أستبعد أنه أمريكا تخلط الأوراق، تخلق الفوضى في المنطقة نتيجة لوجود أيضا أزمة دولية الآن، يعني وجود حرب تقريبا شبه عالمية في أوكرانيا، فهي تنتقم من تركيا في على الأراضي العراقية والأراضي السورية ثم الأراضي التركية نعم. بتفجيرات
مفبركة إذن يعني. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت ضيفا عبر سكايب، كما أشكر، شكرا جزيلا لك، كما أشكر أيضا الكاتب والصحفي التركي جلال ديمير الذي كان معنا أيضا عبر سكايب من اسطنبول. شكرا لكما ضيفي الكريمين.